باولو مالديني نجم الدفاع بكرة القدم الإيطالية. هو لاعب إيطالي محترف يعتبر من أساطير الدفاع في عالم كرة القدم بفضل الإنجازات التي حققها في مسيرته مع نادي ميلان أسي ومنتخب بلاده. ولد باولو تشيزار مالديني يوم 26 يونيو من سنة 1968 في مدينة ميلان الإيطالية، وكان والده تشيزاري مالديني لاعبا معروفا في الستينيات. برزت موهبة مالديني الكروية وهو في سن صغيرة جدا، وظهر لأول مرة سنة 1985 عندما لعب كبديل مع نادي ميلان أمام أودينيزي، حيث لاحظ المسؤولون أن هذا اللاعب يملك قدرة للسيطرة على الدفاع. ولعب مالديني للمنتخب الإيطالي تحت 21 عاما، وفي مارس من سنة 1988 استدعي فجأة للمنتخب الأول، حيث واجه لأول مرة منتخب يوغوسلافيا في مباراة انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة. شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم سنة 1990 التي نظمتها إيطاليا، ومع أن منتخبه خرج بضربات الترجيح أمام الأرجنتين، فإن مالديني أثبت أنه أفضل لاعب شاب في العالم آنذاك. دافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 126 مباراة ولعب 4 كؤوس للعالم سنة 1990 في إيطاليا و1994 في أمريكا و1998 في فرنسا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان. كما لعب 3 بطولات أوروبية سنة 1988 في ألمانيا و1996 في إنجلترا و2000 في هولندا وبلجيكا، ولعب في دوري الأبطال 74 مباراة، وفي كأس الاتحاد 16 مباراة، وفي كأس تويوتا 4 مباريات. ورغم الانتصارات التي حققها، اعتزل اللاعب الإيطالي سنة 2009 ويشغل منصب المدير الفني لنادي ميامي المشارك في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم، الذي يعتبر الثاني من حيث الأهمية في الولايات المتحدة بعد دوري MLS، كما أنه شغوف برياضة التنس التي يشارك في بعض مسابقاتها عن فئة الهواة. يعد مالديني أسطورة ميلان والكرة الإيطالية وواحد من أفضل المدافعين عبر التاريخ، ورغم أنه كان يلعب في خط الدفاع فإنه حظي باحترام الجميع وكان من أبرز النجوم في عصره. ومن أبرز التصريحات التي قيلت بحقه ما قاله الظاهرة البرازيلية رونالدو: كنت دائما أميل إلى الرواق الأيمن في جميع المباريات، لكنني تعلمت أن الرواق الأيسر أفضل في الديربي لأنه لا يوجد مالديني هناك. توج مالديني خلال مسيرته الكروية ب26 لقبا مع الميلان، الذي خاض معه 674 مباراة في الدوري الإيطالي، وتوج معه ب5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وحصل على العديد من الألقاب في الدوري الإيطالي وفي دوري أبطال أوروبا وكأس تويوتا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي.